سعيدة جدا التواصل ديالي معكم اليوم من خلال هذا الفيديو اللي غادي نقرر لكم ما أمكن من الأجواء اللي كنشتغل فيها. أنا سكينة القرار مشرفة على مركز الاتصال أو لوكو سانتر فوغيفر، وفي هذه المصلحة كيشتغلوا معايا 5 ديال الأشخاص اللي هما زايدة حيدة، هند جمعة، مريم نجدي، إيمان الهشاخ، إيمان جميل. إذا الدور ديال هذه المصلحة هو استقبال مكالمات الموزعين وتمرير وتأكيد طلبياتهم وتمكين الموزعين من الولوج إلى جميع المصالح المختصة لفوغافار المغرب، وتسجيل جميع اقتراحات المقاولين وتوزيعها على المصالح المختصة. وفي هذا الصدد أدعو كل المقاولين بالضغط على الزر رقم 1 لتقديم طلبياتكم، والزر رقم 2 للمصلحة المالية والمحاسبة، والزر رقم 3 لخدمة ما بعد البيع، وذلك تفاديا لضياع الوقت. وللتذكير فإن كل الطلبيات التي تمر عبر مركز الاتصال أو لوكو سانتر فوغيفار فهي موجهة عبر خدمة الأمانة، سواء للتوصيل المنزلي أو للتوصيل عبر الوكالة، عكس كل الطلبيات التي تمر عبر خدمة البريد الإلكتروني فللموزعين الاختيار سواء التوصيل عبر شركة ستيان أو شركة أمانة. وأخيرا أخبركم أن مصلحة مركز الاتصال تشرف على إجراء مكالمات هاتفية تشجيعية لكل المقاولين الجدد في أول كل شهر كترحاب من فوغيفار، وكذلك للاستماع لملاحظاتهم والإجابة عن كل تساؤلاتهم. وأيضا للإجابة على تساؤلاتكم أدعوكم أعزائي الموزعين اتصال بنا عبر الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني المبين أسفل الشاشة. أشكركم على حسن تتبعكم وإلى لقاء آخر.